بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام الحافظ الحجة جلال الدين عبد الرحمن ابن الكمال أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. وما زلنا في النوع 56 في الإيجاز والإطناب، وقلنا أن الإطناب إطناب بالبسط وإطناب بالزيادة، نوعان. وإطناب الزيادة أنواع، قلنا في النوع الرابع التكرير، تكلمنا في النوع الرابع بالتكرار، يعني أحيانا يكرر الكلمة وهو أبلغ من التأكيد وله فوائد من التقرير وزيادة التنبيه، وإذا طال الكلام ويخشى النسيان يجدده حتى لا ينسى. وذكر أمثلة على هذا النوع، ووقفنا عند قوله، وقال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. شوف كلمة الكتاب اتكررت 3 مرات. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، يعني التوراة، لتحسبوه من الكتاب، يعني تحسبوه إيه؟ إن الفريق منهم يلوون ألسنتهم بالكتاب، يعني يكتبوا كتاب ينسبونه من التوراة. يبقى الكتاب الأول ما يختلقونه، كويس؟ لتحسبوه من الكتاب، لتحسبوه من التوراة. يبقى الكتاب الأول ما كتبوه ونسبوه للتوراة، والكتاب الثاني اللي هو التوراة. وما هو من الكتاب، يعني وما هو من الكتاب جنس الكتب المنزلة، لا في توراة ولا في زبور ولا في إنجيل ولا في أي كتاب، فهمت؟ يبقى الكتاب مكرر لكن كل مرة معنى جديد. قال الراغب: الكتاب الأول ما كتبوه بأيديهم، المذكور في قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. والكتاب الثاني التوراة، والثالث الجنس، يعني كتب الله كلها، أي ما هو من شيء من كتب الله وكلامه. ومن أمثلة ما يظن تكرارا وليس منه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فإن لا أعبد ما تعبدون أي لا أعبد في المستقبل، ولا أنتم عابدون يعني في الحال ما أعبد في المستقبل، ولا أنا عابد في الحال ما عبدتم في الماضي، ولا أنتم عابدون في المستقبل ما أعبد في الحال. فالحاصل أن القصد نفى عبادته لآلهتهم في الأزمنة الثلاث: الماضي والحاضر والمستقبل. وكذا: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ثم قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباكم. شوف، فاذكروا الله وبعدين اذكروه، فإذا قضيتم مناسككم اذكروا الله كما هداكم. شوف كم مرة، 3 مرات اذكروا الله، خدت بالك؟ ثم قال: واذكروا الله في أيام معدودات. دي رابع مرة. فإن المراد بكل واحد من هذه الأذكار غير المراد بالآخر. فالأول: اذكروا الله عند المشعر الحرام، ذكر الله في المزدلفة، كويس، عند الوقوف بقزح، وقزح اللي هو مكان إيه، جبل هناك بيسموه إيه في المزدلفة. وقوله: واذكروه كما هداكم، إشارة إلى تكرره ثانيا وثالثا.
ويحتمل أن يراد به طواف الإفاضة، لأنه بعد الوقوف بعرفة، بعد الوقوف في مزدلفة عند المشعر الحرام في بعد الفجر، بيطلع يذكر الله بطواف الإفاضة، مش كده؟ وممكن كمان برمي جمرة العقبة الكبرى. كل ده ذكر لله، بس الذكر ليس لساني فقط، قد يكون لساني وحركي. حتى نحر الهدي وحلق الرأس ذكر لله، كل ده بيتم. ثم قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. والذكر الثالث إشارة لرمي جمرة العقبة، والذكر الأخير لرمي أيام التشريق. ومنه تكرير حرف الإضراب في قوله: بل قالوا أضغاث أحلام، بل افترى، بل هو شاعر. تكرار حرف الإضراب دليل أنهم مضطربين، يعني مش عارفين ياخدوا حكم، يقول حاجة يقولك لا ده كده، لا ده كده، لا يبقى ده مش عارف، متردد، فهمت؟ فدليل ترددهم وعدم ايه، وعدم فهمهم. وقول بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. ومنه قوله: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقدر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وبعدين قال: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. يبقى مرة حقا على المحسنين، والتانية حقا على المتقين. حقا على المحسنين في المرأة التي تطلقها ولم تدخل بها، كويس، ولم تفرض لها ايه، فريضة. والتانية المرأة المطلقة مطلقا، سواء فرضت لها فريضة دخلت بها أو لم تدخل بها، فده حق على المتقين. فكرر الثاني ليعم كل مطلقة، سواء مدخول بها لها مهر معلوم أو لم تدخل بها ولها مهر معلوم، أو ليس لها مهر معلوم أو دخلت بها. شوف أنواع المطلقات كلهم إيه، يبقى ليهم حق متعة، بيسموه متعة، نفقة متعة. يبقى المرأة إذا طلقت لها نفقة متعة، حددها القانون المصري ب24 شهر. شوف هي نفقتها في الشهر قد ايه، بتحتاج موبايل 500 جنيه موبايل، فاتورة الموبايل فعلا، بتدخن، والله ذكروها في الكتب، قال لك حتى لو كنت بتدخن يدفع لها 8 دقائق. نشوف قد ايه، ما تخطرش في بالك الحكاية دي، يعني لازم دي نفقتها، ملوش دعوة بهي بتنفقها في ايه، واللي بتشتري دخان انت مالك، فهمت؟ نفقتها في الشهر قد ايه؟ والله دي 500 ودي 1000 ودي 2000 ودي 3000، كل واحد حسب الطبقة بتاعتها، كل واحد حسب الطبقة بتاعتها، كويس؟ فبيجي يحكم القاضي ايه؟ نفقة الشهرية بتاعتها كام؟ ويضربها في 24 شهر تدفعها لها. ده لو طلقت. طب هو ليه ربنا عمل كده؟ المرأة زمان ما كانتش بتشتغل، وما كانش ليها حد ينفق عليها، فلو طلقها زوجها ولم تأخذ شيء يبقى قاعدة في الشارع لا تملك شيء، تقوم ايه يحصل ايه، يضحك عليها وياخدوها يشغلوها رقاصة زي ما بتشوفهم في الافلام، مش كده برضو، يشغلها رقاصة، يشغلها في بيت ليلي، يضحك عليها اي حاجة بقى. يوم الشرع يقول لك ايه، امنها بمصاريفها لمدة سنتين، تكون اتجوزت في السنتين تلاقي حد ينفق عليها. شفت بقى حكمة الشر، يوم يمنع ضياع المرأة، لأنه ممكن تبقى مقطوعة من شجرة ملهاش أهل، أو أهلها بيتنكروا ليها مش عايزين ينفقوا عليها، أو أهلها فقراء، مش كل ده محتمل؟ أو ما طلعها كده وفجأة ما تلاقيش حد ينفق عليها، لا ليها نفقة طول عدتها، أنفق عليها طول العدة والسكنة، وبعد العدة والسكنة أديها نفقة متعة، تكاليف حياة تكفيها سنتين لحد ما تلاقي لها حد يتجوزها أو ترتب حياتها وتعمل لها كشك وتشتغل في التجارة وتكسب، فهمت بقى إزاي؟ يبقى الشرع الشريف حكيم في هذه المسألة، وفي نفس حكمته كمان إنك يمنع الرجل إنه يطلق وهو مفلس. أنا مفلس أطلق؟ طب ما أنا هطلق إزاي؟ هدفع لها نفقة المتعة إزاي؟ وحديها بقية المؤخر، كويس،
وبعدين عايز فلوس تانية عشان اتجوز. يبقى عمليه، فده يمنعني ان انا اطلق، يقوم يقلل نسب الطلاق. شفت بقى؟ يبقى بيفيد من جهتين، يقلل نسب الطلاق، يخلي الراجل يقول لك ايه، اختشي، هتفلس كده، هتجيب منين؟ تتجوز واحده تانية، اصبر عليها وخلاص. اهو يعني مراتك اللي فيها يعني عيب احسن ما تبقى من غير مهرها خالص، واخد بالك؟ يمشي حاله، هيعمل ايه الراجل؟ فيبقى اول حاجه يحمي المراه فتره النفقه لحد ما تجد من ينفق عليها. فهمت ازاي؟ دي اول حاجه. ومن جهه الرجل يكلفه، فيبقى الراجل لما يحس انه هيتكلف ما يطلقش، يصبر. الصبر جميل، والصبر اخره الجنه، وربنا خلق الستات علشان نصبر عليهم وندخل الجنه. يبقى بيخدمونا ولا لا؟ فيبقى قال لك متعوهن. للاسف بقى كثير من الناس في زماننا ده من الرجال يطلق وما يدفعش نفقه المتعه. هيدفعها يوم القيامه ان شاء الله، حسنات تتخذ منه تروح لزوجته اللي طلقها، هتاخد حسناته. انت حجيت 10 حجات ثوابهم كبير قوي، هاخدهم دول نفقه المتعه. تلاقي نفسه اتحرم من ثواب اعماله. انت بنيت جامع ب 10 مليون جنيه، هاخد ثوابه، روح واخدها، هتاخد نفقه المتعه بتاعتها، بس في وقت بقى صعب قوي تحصره. فاديها لاحسن وقتي، كم جنيه مصري كحيان احسن ما تاخد ثواب عملك. فهمت بقى ازاي؟ لكن للاسف الناس ما بتعملش اليوم الايام، هو يهمه بس الوقت، رصيده ما يقلش. طب ما رصيد حسناتك هيقل يا ابني، حتى لو ما عندكش حسنات هتدي لك من سيئاتها تكب عليك، شيل. فهمت؟ فناخد بالنا يا سيدي، اما تأدي الحقوق في الدنيا احسن ما تتاخد منك في الاخر. يبقى نفقة المتعة قدرها المشرع المصري بناء على كثير من المذاهب، يعني 24 شهر، على اساس ان في خلال سنتين تكون رتبت حياتها، شافت لها شغلانة محترمة تشتغل، او جالها عريس، واخد بالك، احسن منك يتجوزها ويعوضها اللي شافته من ما اتسقتها المر من كعنها يا اخي. يوم ربنا فتح عليها بالطلاق، فتح عليها يوم طلقت منك، لان كنت وش فقر عليها، زي ما هي كانت برضو وش فقر عليك. فاحيانا ايه، ان يتفرقا يغني الله كل من سعته. فهمت بقى ازاي؟ فانا عايزك بس تشعر حكمه الشرع في احكامه، مش يقول ايه ده، هو مستقصد الرجاله ولا ايه؟ هو انا ادفع مهر، وادفع ولا بطلق تدفع، ولو خلفت اربي العيال، امال هتستعمل ايه؟ عايز تسيب العيال يعيشوا ولا الشوارع؟ ما هي دي عشان الحياه تستمر. وبعدين خلى نفقتك على اولادك من باب الفرض، يعني تاخد الجنيه اللي تصرفه على اولادك ب70 جنيه صدقه، كانك بالظبط تصدقت 70 جنيه، جنيه الواحد. فيبقى ربنا شجعك، ما خلاش نفقتك على اولادك مستحبه، ده واجبه، واجبه يعني ثوابها كبير قوي. ما تقرب عبدي الي بحب مما افترضته عليه، فيقوم ينفق على اولاده وهو بيحس انه بيعبد ربنا، كانه بيصلي، يبقى فرحان انه بينفق على اولاده، كانه رايح يحج. فهمت ازاي؟ كل دي عبادات. فالحياه في الشرع الشريف تضمن لك سعاده الدنيا وسعاده الاخره، وبعدين كمان تضمن ان اولادك يبروك. اولادك انفقت عليهم، ربيتهم، حنيت عليهم، يقوم يدعو لك في سجودهم، ويدعو لك في عبادتهم، وكل ما يقرا قران يدعي لابوه، وكل ما يروح يعمل عمره يدعي لابوه، وكل ما يحصل له خير يدعي، وكل اعمال اولادك في صحيفه حسناتك. اعمالك اعمالهم الحسنه واعمالهم السيئه مالكش دعوه بيها. يبقى شوف قد ايه بقى، يعني كل تبقى انت نايم وابنك قاعد يقرا قران، تاخد انت ثواب قراءته، بيتصدق تاخد ثواب صدقته، كل عمل تقدمه في صحيفه حسنات ابويك. فكل ده يشجعك انك تتزوج، وانك انت تربي اولادك، وتبقى فرحان وعايش سعيد وانت بتنفق، وسعيد وانت بتطلق، وسعيد وانت بتتجوز، واخد بالك؟ سعيد في كل احوالك، هطلق دي حقوقها، انا سعيد كده ادي حقوقها، ما اكلش حقوق حد،
وكده انا بتقرب الى الله، ان انا بحميها من نفسها ان ممكن يضحك عليها ويشغلوها ممثله، يجي لها واحد يكتشفها، واخدك مخرج يكتشفها ويكشفها، وبعدين ايه؟ طب ما انت السبب، كشفتها واكتشفتها، الله، فهمت؟ فتاخد بالك ان الشرع الشريف حكيم، يحقق لك سعادة الدنيا وسعادة الآخرة لو مشيت بالشرع الشريف، تأدي الواجبات اللي عليك وما تتذمرش. ايه هما بيضحكوا عليا ولا ايه؟ لا ما بيضحكوش عليك يا حبيبي، عشان تدخل الجنة، ده عشان تدخل الجنة، ما تعانتش عشان هي دمها تقيل ولا شتمتك ولا بتاعته مش هديها حاجة. طب هتاخدها منك وقت الشدة في الأنطرة. الأنطرة دي بعد الصراط، وقدامك الجنة بس محجوز في الحجز، ممنوع تدخل. ارضيها الأول، ارضيها الأول، وهي طبعا كانت متغاظة منك، مش هترضى إلا لما تاخد أفضل أعمالك، لأن كانت متغاظة منك. طب وليه انت تدي رقبتك ليها في وقت شديد؟ طب ما تدي لها كم جنيه دلوقتي واخلص، فاهم؟ لو انت نبيه. لكن للاسف رجاله اليومين دول اللي عندهم نباهه ولا عندهم فطانه ولا عندهم شهامه، اغلبهم يعني يجي يطلق ما يدفعش حاجه ولا يدي المؤخر كمان، ولو عنده عيال ما ينفقش عليهم، الله، ويجي يتجوز يديها جزء بسيط من المهر، يقول لها ان شاء الله بيقابليني لما تاخدي الباقي، وما يديش الباقي، لا يدي مهر، لا عايز يتجوز يدي مهر، ولا عايز يطلق يدفع في مصاريف اولاد، ولا جواز. ايه ده بقى جواز اللي يودي في داهيه؟ ده هو ده يوديك النار. يا ما تتجوزش يا ابن احسن، بقى لما تتزوج تروح النار، خليك اعزب كده وتخش الجنه واخلص. بس هتخش الجنه ايه؟ للعزاب جنه ترسو، لكن المتزوجين اللي عندهم اولاد وربوا مقربين، مقام عالي قوي، بقى اب وبقى زوج وبقى جد وانفق كتير، 20 30 50 سنة بينفق، ده اللي بيطعم اللي سقى كلب مرة واحدة، سقط كلب دخلت الجنة. وانت هتسقي ولادك كم مرة وهتأكلهم كم مرة عشان تفهم؟ لكن الناس للأسف ما بقتش بتفهم، للأسف تحضر صلاة الجمعة وتسمع الخطب ما بيفهمش، ويجي لما يقف يختبر ربنا في زوجة وفي أولاد يتنكر ليهم، ماقدرش ينفق عليهم، واخد بالك؟ ولو طلق ملوش دعوة بيهم كأنه ما خلفش. أنا شفت حكيمات والله عندي في أحمد ماهر، هم اللي ربوا أولادهم، اتجوزت خلفت 3 عيال، ودي خلفت عيلين، ودي مخلفة عيل، واسألها بينفقوا عليهم؟ يقولوا لا ما بينفقوش، وفضلوا معايا يشتغلوا 20 سنة لما ربوا ولادهم، دخلوهم الجامعة وجوزوهم، واسألهم أبوهم بيسأل عليهم يقول ولا نعرف عنوانه فين. ده اسمه كلام، ده اسمه كلام. أي المرأة دي اللي قامت على أولادها وما ضيعتهمش، دي مع النبي كده، وتدخل كتفها في كتف النبي، لأنها ما ضيعتهمش، وهو هيروح في 60 داهية، مش في داهية واحدة، كل ما يخلص من داهية يلاقي داهية، داهية وداهية قدها، لحد ما يخلص 60 داهية. فهمت ازاي؟ بس امتى بقى؟ يوم القيامة، وده يوم صعب. فاتقي الله، لو مش هتقدر ما عندكش سخاء وحب نفقة ما تتجوزش يا ابني. افرض انت بخيل، اوعى تتجوز، يبقى لو هتتجوز وانت بخيل هتدخل النار 100%، 100%، يبقى ما تتجوز، يا بخيل اوعى تتجوز. وساعات يبقى بخيل ايه؟ بخل ايه؟ عاطفي وجداني، يعني ما ياخدش ولاده في حضنه، ما يحبهمش، بينفق عليهم بس بيعملهم بقسوه، برضه ده بخيل، ما ينفعش يتجوز ده. شوف النبي كان ياخد ولاده في حضنه ويقبلهم ويشمهم ويقول ريحانتي في الدنيا، ويقعدهم على حجره وهم كبار، يعني تولوا كده بقى سيدنا أسامة بن زيد التطويل كده، واخد بالك؟ يروح مقعده ورجليه مدلدله كده وقعده على حجره، ويحط سيدنا الحسن والحسين على الحجر الثاني ويضمهم، ولا اللهم اني احبهما فاحب من احبهم. شفت النبي يديهم عطف، يبقى لازم كمان النفقه بالعاطفه مش بالمال بس. انت مش بتربي بهايم،
جيب لهم المونة بتاعتهم وبتاع. لا، ربي إنسان، واخد بالك، ولازم كمان تعلمه وتحفظه القرآن وتحببه في الصالحين وتعرفه بآل البيت وتعرفه بالنبي. شغلانة كبيرة الأبوة دي، شغلانة كبيرة، مش أبوية حيوان بترضعه وبعدين تسيبه، لا، ده بيفضل معاك لحد فين، ما بيسيبكش لحد يوم القيامة، مش سايبك برضو، وهو عملك، عملك. فهمت بقى ازاي؟ عشان كده تقول ايه ده، نفقت متعة، يا نهار اسود، ايه اسود عليك انت، واخد بالك؟ لكن ده يا نهار ابيض، ليه؟ هنحمي النساء من الضياع. مش كل واحدة تتطلق تلاقي نفسها ماشية في الشارع مش لاقي حتى معاها مواصلاتها. ده في رجالة يتخانق مع مراته بالليل يطردها ومش مديها حتى تمن تاكسي تركبه وتروح لبيت ابوها، وتبقى ماشية في الشارع ما عندهاش مواصلات، تقوم تمشي في الشارع 12 بالليل يلاقيها واحد ساقط من الساقطين. ازاي تعمل كده؟ وبنشوف المناظر دي كتير للأسف، فناخد بالنا يا سيدي. وإلا الزواج ده أقصر طريق إلى الجنة وأقصر طريق إلى النار، هو الزواج. فهمت بقى؟ عايز تتجوز يا حبيبي؟ لا، الله ينور عليك. كويس. ليه بقى؟ لأن رحم الله امرئ أن عرف قدر نفسه. أنا ابن أحمد لحد دلوقتي مش عايز أتجوز. ليه يا ابني مش عايز أتجوز؟ أصل أنا مش هقدر أراعي أولاد لو جبت أولاد، وما عنديش طولة بال، ومش هعرف أراعي، وبحب أسافر كتير ومش عارف إيه. خلاص يعني انت حر، ما يجراش حاجه. فهمت بقى؟ وزمن فتنه، والزمن كله فتنه، وانا هجيب عيال بعد كده يطلعوا مدمنين، ولا يطلعوا مش عارف مثليين، ولا يطلعوا، انا هلاحق عليهم وفي ايدهم الموبايل يتفرجوا على كل حاجه ومخهم يتلخبط، وانا هلاحق على ايه؟ وانا ملاحق على نفسي. خلاص رحم الله امرئ أن عرف قدر نفسه، سبته. قلت له خلاص يا ابني كده كويس، امان، احسن. لما تحب تتجوز وتلاقي نفسك عندك القدرة النفسية انك انت تتابع اولادك وتنفق عليهم وتربيهم كويس وتراعي زوجتك وتصبر عليها لو هي فيها بعض الصفات الذميمة، تصبر عليها وتمشي لحالك، اتجوز، هتدخل الجنة وتبقى من الاولياء. لكن غير كده ما تتجوز احسن، بدل ما تدخل النار فر بنفسك واخلص. فهمت بقى ازاي؟ لكن الناس متصورة انه اللي عنده قدرة، من استطاع منكم بالباءة فليتزوج، فاكر الباءة دي القدرة على الجماع. دي هو انت حمار؟ طب ما الحمار عنده قدرة على الجماع. فهمت بقى ازاي؟ لا، ده انت انسان. من استطاع منكم الباءة يعني النفقة والسخاء والرعاية والعناية وحسن التربية والصبر على اعوجاج الاخلاق بتاع اولاده في فتره المراهقه وغيرها، واعوجاج مراته احيانا عليه، عايزه صبر طويل، ده هي دي الباقه بقى، هي دي الباقه يا سيدي. فهمت؟ قدره على النفقه، وقدره على الجماع، وقدره على الصبر عليهم، وقدره على رعايتهم، وحكمه في طريقه توجيههم، كل دي الباقه. والا صوم بقى وريح نفسك. فهمت بقى؟ يبقى ومتعوهن على الموسع، يبقى اسمها نفقة المتعة. يا مطلقين يا مجرمين، لا ينفق على أولاده ولا يدي لمراته حاجة ولا يديها المؤخر بتاعها وقد دخل بها، لأن إذا دخل بها وجب لها المهر كله، مقدم ومؤخر. يضحك عليها يديها في مقدم كلام فارغ ويكتب مؤخر كتير، ولما يطلعها ما يديهاش الكتير ويديها القليل. ده انت تضحك على الناس بقى. فهمت ازاي؟ فناخد بالنا، لان احنا شفنا الاجرام ده وعايشينه كل يوم. انا بحتك بستات متطلقين وعندهم اولاد وادور عليهم، يقولوا لي احنا اللي بننفق على اولادنا، ازواجنا ولا بيقولوا لنا حاجه، ولما طلقني ما ادانيش بقيه مهري ولا اداني اي حاجه، وطردني من البيت كده، حتى الهدوم ما ادهانيش، حتى هدومها ما ادهاش. ايه ده؟ ايه التصرفات العجيبه دي؟ كل يوم نسمع هذا. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وللمطلق، وبعدين كرر تاني، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ف
فكرر الثاني ليعم كل مطلقة، فإن الآية الأولى في المطلقة قبل الفرد والمسيس خاصة، وقيل لأن الأولى لا تشعر بالوجوب، ما يقول لك حقا على المحسنين، يبقى ده من باب الإحسان، والإحسان مستحب. يقول لك ده حقا، لا قال لك المتقين والتقوى واجب. فهمت بقى؟ عشان يعرفك إن محسنين هنا يعني متقين هنا، يعني مش على سبيل الإحسان والصدقة، لا ده على سبيل الديانة والوجوب. فهمت؟ يا سلام للي بيقرأ قرآن وفهمه، وبعد ما يفهمه يعمل بيه كمان، لأن ياما ناس فاهمة وفقهاء، وأنا أشوف ناس حافظين القرآن وطلقوا بهدلوا زوجته وهو حافظ القرآن، وعمة ولابس عمة، عمة إيه دي؟ وقلوب إيه دي؟ فهمت؟ ما ينفعش. ولهذا لما نزلت قال بعض الصحابة إن شئت أحسنت وإن شئت فلا، لما الحق أنها المحسنين، فنزلت الثانية أخرجه ابن جرير اللي حقا على المتقين. يبقى هنا تكرير مفيد لأنه بيقرر أحكام، أما الحق على المحسنين وكرر تاني حقا على المتقين، ده تقرير أحكام، ده مفيد جدا. فهمت؟ ومن ذلك تكرير الأمثال كقولي وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. يا شوف كم مثل بين المؤمن والكافر. فهمت؟ وكذلك ضرب مثل المنافقين أول البقرة بالمستوقد نارا، ثم ضربه بأصحاب الصيب قال الزمخشري، والثاني أبلغ من الأول، ولأنه أدل على فرط الحيرة وشدة الأمر وفظاعته، وقال ولذلك أخر، وهم يتدرجون في نحو هذا من الأهون إلى الأغلظ. ومن ذلك تكرير القصص كقصة آدم وموسى ونوح وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام. قال بعضهم ذكر الله موسى في 120 موضعا من كتابه، وقال ابن العربي في القواسم ذكر الله قصة نوح في 25 آية، وقصة موسى في 90 آية. وقد ألف البدر بن جماعة كتابا سماه المقتنص في فوائد تكرار القصص، أو المقتنص أحسن، المقتنص في فوائد تكرار القصص. وذكر في تكرير القصص فوائد، منها أن في كل موضع زيادة شيء لم يذكر في الذي قبله، أو إبدال كلمة بأخرى لنكتة، وهذه عادة البلغاء. ومنها أن الرجل كان يسمع القصة من القرآن ثم يعود إلى أهله، ثم يهاجر بعده آخرون يحكون ما نزل بعد صدور من تقدمه، فلولا تكرار القصص لوقعت قصة موسى إلى قوم، وقصة عيسى إلى قوم آخرين، وكذا سائر القصص، فأراد الله اشتراك الجميع فيها، فيكون فيه إفادة لقوم وزيادة تأكيد لآخرين. ومنها أن في إبراز الكلام الواحد في فنون كثيرة وأساليب مختلفة ما لا يخفى من الفصاحة. ومنها أن الدواعي لا تتوفر على نقلها كتوفرها على نقل الأحكام، فلهذا كررت القصص دون الأحكام. ومنها أنه تعالى أنزل هذا القرآن وعجز القوم عن الإتيان بمثله بأي نظم جاءوا، ثم أوضح الأمر في عجزهم بأن كرر ذكر القصة في مواضع إعلاما بأنهم عاجزون عن الإتيان بمثله، أي بأي نظم جاءوا وبأي عبارة عبروا. ومنها أنه لما تحدهم قال فأتوا بسورة من مثله، فلو ذكرت القصة في موضع واحد واكتفي بها لقال العربي ايتونا أنتم بسورة من مثله، فأنزل له لها سبحانه وتعالى في تعداد السور دفعا لحجتهم من كل وجه. ومنها أن القصة لما كررت كان في ألفاظها في كل موضع زيادة ونقصان وتقديم وتأخير، وأتت على أسلوب غير أسلوب الأخرى، فأفاد ذلك ظهور الأمر العجيب في إخراج المعنى الواحد في صور متباينة في النظم وجذب النفوس إلى سماعها لما جبلت عليه من حب التنقل في الأشياء المتجددة واستلذاذها بها، وإظهار خاصة القرآن حيث لم يحصل مع تكرير ذلك فيه هجنة في اللفظ ولا ملل عند سماعه، فبين ذلك كلام المخلوقين. وقد سئل ما الحكمة في عدم تكرير قصة يوسف وسوقها مساقا واحدا في موضع واحد دون غيرها من القصص،
وأجيب بوجوه، أحدها أن فيها تشبيب النسوة به وحال امرأة ونسوة افتتنوا بأبدع الناس جمالا، فناسب عدم تكرارها لما فيه من الإغضاء والستر. وقد صحح الحاكم في مستدركه حديث النهي عن تعليم النساء سورة يوسف. ثانيا أنها اختصت بحصول الفرج بعد الشدة بخلاف غيرها من القصص، فإن مآلها إلى الوبال كقصة إبليس وقوم نوح وهود وصالح وغيرهم، فلما اختصت بذلك اتفقت الدواعي على نقلها لخروجها عن سمت القصص. قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: إنما كرر الله قصص الأنبياء وساق قصة يوسف مساقا واحدا إشارة إلى عجز العرب، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إن كان من تلقاء نفسي فافعلوا في قصة يوسف ما فعلت في سائر القصص. قلت: وظهر لي جواب رابع، وهو أن سورة يوسف نزلت بسبب طلب الصحابة أن يقص عليهم كما رأوا الحاكم في مستدركه، فنزلت مبسوطة تامة ليحصل لهم مقصود القصص من استيعاب القصة وترويح النفس بها والإحاطة بطرفيها. وجواب خامس وهو أقوى ما يجاب به، أن قصص الأنبياء إنما كررت لأن المقصود بها إفادة إهلاك من كذبوا رسلهم، والحاجة داعية إلى ذلك لتكرير تكذيب الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كذبوا أنزلت قصة منذرة بحلول العذاب. فكلما كذبوا أنزلت قصة منذرة بحلول العذاب كما حل على المكذبين. ولهذا قال تعالى في آيات: فقد مضت سنة الأولين، ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، وقصة يوسف لم يقصد منها ذلك. وبهذا أيضا يحصل الجواب عن حكمة عدم تكرير قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين وقصة موسى مع الخضر وقصة الذبيح. فإن قلت: قد تكررت قصة ولادة يحيى وولادة عيسى مرتين وليست من قبيل ما ذكرت، قلت: الأولى في سورة كاف ها يا عين صاد اللي هي مريم وهي مكية أنزلت خطابا لأهل مكة، والثانية في سورة آل عمران وهي مدنية أنزلت خطابا لليهود والنصارى نجران ولنصارى نجران حين قدموا، ولهذا اتصل بها ذكر المحاجة والمباهلة. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.